كاني خلي كاميرا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم حلقه 15، 15 يوم مع هذا المجنون. كيفاش وعلاش قال لك بغيت تلاقى مع الملك؟ اجي نسولوه. السلام عليكم. شنو اش كدير هنا؟ شنو اللي جيتي؟ واش بزاف بغيت تلاقى مع الملك؟ هضر معايا، شوف فيا، قول لي واش ما عندكش والدين؟ ديما نفس الحالة، بهاد الليلة تاي الصيف، إلا خبز لذيذ. وايد عطيني واحد 10 دراهم غنمشي نحسن. ما عندي ما نعطيك، سير دبر على راسك بحالك بحال عباد الله. ما عندك ما تعطيني ولا شوال بالي. إيوا لا إله إلا الله، أنت نفسك تخرج دبر على راسك. علاش نكرت؟ تاك عارفاني شاد شواهد الدبلومات، إجازات ما خليت ما شديت. المهم الوالدة أنا باغي نحاول، وجاني واحد صاحبي قال لي غادي يحاكمني معاه. أنت ما عندك 10 درهم باش تحسن، عندك فلوس الحرايق؟ أه خلاص عليا صاحبي، ويلي أه قاعد حداك أنا هنايا. الله يا وليدي الله، فين غادي؟ غادي للهلاك، لا جلسة أنا نصرف عليك. لا، أنت اللي أنت تبقى تصافي عليا، تبقى تصافي عليا حياتي كاملة. ما مخدميني في هاد البلاد ما والو، نمشي نخويت أنا ندبر راسي، جبت أنا شي حديدة. هادشي اللي كاين هو مهمتي، المهم انا قلتها لك. انا مهمتي غادي. في غادي؟ غادي نحرق. غادي تحرق؟ عمرو لك راسك عاوتاني. اش من عمرو لك راسك المهمتي، باغي نمشي بحالي، نمشي لخويا هاد البلاد هادي. ولا حرقوا قبل منك تفرو. وانا مطفاو هنا. ايوا تمشي انت تحرق تيجيبوك ليا في الصندوق. وا الصندوق هويا العيشة اللي عايشة معاكم هنا أكثر من الصندوق. ايوا جلست في بلادك وانا خدام عليك تيحن صدر ربي. وتالي متى تبقى تخدمي عليا تالي متى؟ انا رايح حن صدر ربي. تيحن صدر ربي شوف الشعر قدو قداش، بقى نطلب كاع تعطيني باش نحلى. ايوا انت تحرق وانا قلبي تحرق عليك. انت ما شتيش الحلقة اللي محاوقة عليا شحال هادي. المهم المسامحة يا ولدي. الله يا ولدي الله. الله يا ولدي تجيو تخليني. هذا ممكن. الله يا ولدي غادي تجيو تقول. هادي ما عرف علاش هاد البلاد ما عطاتناش، لكون عطاتنا وخدماتنا، لكون حتى حنا نجلسو بحالنا بحال بنادم بعزنا وبكرامنا ونفكرو كاع في الحري. ماك اخويا مالك كتب لي مهموم؟ انا اخويا قصي قصه، انا عايش في واحد الدار مع 8 اخوت. انا بوحدي اللي كنصوب فيها، ما كاينش لك حاجه. صافي عيت اخويا، باغي نمشي ماشي حركه اخويا، باغي نمشي حركه. اخويا ولا قوه الا بالله، خاصك تشوف انا ولد امي. انا عايش مع واحد الام اللي غير ربات من سكين، ما حامتني من والو، كنت نحس براسي عالي عليها. إذا ما عطاتني باش نحسن ما كنمشيش نحسن. أنا خويا خديت الدبلومات وبزاف ديال الشواهد، فرحت قلت غادي نوقع شي خدمة. ضربنا في الأخر كتلقى راسك شومو راسك عجدان باش تحسن. يما تكريسي يما تكريسي. صافي انا اللي مدوز عامين ديال الحبس، عرفتي علاش؟ كنك مجوان. دولة 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 خويا الدولة، واحد في البرلمان شاف الملايين وعندو كتامة وما ما قالوا لي والو. خويا شوف كثرت الهمك تضحك زبان يا تونس، غنديروها في يد الله وغادي نغامرو والله كبير. مطلب ربي يدوز كلشي بخير.
يقول لك في هاد البلاد ما بقى لي زهر، من صغري راهي عاطيتني بالدهر. خلوني ندير، خلوني ندير كيما دار جارنا عمر. ركبنا في بوطي سامحين في بلادنا وحبابنا وحتى الوالدين، يا قتلنا التخمام والدمعة تسيل، ما لقيناش الخدمة وفي أوروبا رانا طامعين. نعدمت الحياة وكمل الصبر وطفرت غير في القليل، كل واحد يخمم في روحه، ماشي هكا وصانا الدين. الله غالب رانا مغلوبين. طلعت شمس الصباح كنا متفائلين، يا هل ترى وصلنا لأوروبا ولا في الطريق رانا تلفين. الحلم تبخر، الحلم تبخر، الأوروبا ما وصلناش، الأوروبا ما وصلناش، غرقنا في البحر. سمحي لي أمي، سمحي لي أمي العزيز، بلادي بلادي عطتني بالدهر. شكون اللي شاف فينا؟ شكون اللي شاف فينا ولا هدر؟ ذنبي الواحد، ذنبي الواحد، بغيت نحرك وركبت الفلوكة نحوس على المستقبل تاعي بلا نستقر. الله غالب، الله غالب، ماهيش مكتبة، الله غالب، ماهيش مكتبة، ودارها فيا الزهر. راه الدنيا غدارة ورا زمان يدور، ورا زمان معاهم. قول لي مالك معاهم، اش قضيتك مع هادوك؟ قول لي، غير قول لي مالك، راه في امكاني نعاونك. واش بصح انت مسطي؟ ما تعرفيش شكون انا؟ بغيت نعرف. انا مدوز 15 عام، 15 عام ديال القرايه، دبلومات، انجازات، وما لقيتش نخدم. انا اللي باقي كتصافي عليه مو وكتعطيه باش يحسن. انا اللي دخلت البلية بس لاباس، حيت الدولة ما عطاتني فين نخدم. انا اللي مشيت نحاكم خويا هاد البلاد، وفي الاخر عرفت بان هاد البلاد بلادي ما خاصنيش لخويا. وانا عرفت واد النوسة هسا على الملك، كلشي كيقول لي مسطي، واش ماشي من حقي نهضر مع الملك؟ ماشي من حقي، انا الهبيل، هبيل، وغنبقى ونبقى حتى نتكلم مع الملك، فهمتيني؟ انا مصدي. انا قلت لك الحل، استنى هاك، دير راسك تهضر مع الملك، شد شد شد. غادي ننشر الفيديو في اليوتيوب باش سورسكي يوصل ويكون خير. هضر. الو الملك، كي داير لاباس عليك؟ ما عرفتيني شكون انا؟ عرفت ما عرفنيش، انا واحد من الشعب المقهور ديالك، انا اللي بغيتك بدون قيد او شرط. انا واحد انسان اللي عانى في هاد البلاد، انا اللي قالوا عليه هبيل حيت ما نتلاقى معاك. من حقي نتلاقى معاك ونعاود لك شنو واقع، قلت نعاود لك شنو دايرين هاد المسؤولين في هاد البلاد. بغيت نعاود ليك ونقول لك بلي هذاك المسؤول خلى الاف ديال الشباب باش يغادروا هاد البلاد.
الالاف ديال الشباب خواو البلاد بسبب واحد المسؤول ما عرفتينيش شكون انا. انا اللي كنبكي كل يوم، كل يوم كنبكي ملي كنشوف امي باقي كتصافي عليا. بلاد الشعب كيخوي البلاد بسبب المسؤولين. قالين الحل، قالين الحل. انا واحد من شعبك، قالين الحل. ما بغيتش نشوف شي نهار بلادي بقى فيها غير المسؤولين اللي حطمونا، هما اللي استولوا على ثرواتنا وتبقى البلاد ليهم. اعتقل الموقف، اعتقل الموقف.